طيب بس ما تقول الو كده. الو الو تعمل لي مفاجأة؟ مفيش احلى من كده مفاجأة. طبعا صح كده. اهلا وسهلا مدام سارة. اهلا بيك. اهلا بيكي حبيبه قلبي زوجة كابتن معتز رادي، اهلا بيكي جدا. وقولنا بقى، انا عايزه اسالك سؤال شخصي شويه. احنا بقى بتتعاملي مع كابتن معتز ازاي في البيت؟ لا ده ضرب بقى وتحديف حاجات على بعض بقى، بقول لك ايه. يعني الموضوع بسيط ولا عشان في بقى يعني انتوا التقيتوا واتفقتوا وانت عارفه ان هو بطل واكيد ليه سيستم معين واكيد حضوره في البيت بيبقى في اوقات معينه. تعاملاتك ازاي معاه؟ انا عارف ان هو اولا ما بيدخلش المطبخ، او لما بيدخل بتقولي له لو سمحت يعني بلاش تدخل المطبخ. بيعمل بلاوي. يا نهار ابيض. طب ايه اكتر اكله بيحبها من ايديكي؟ لا هو في حاجات كتير يعني مش حاجه واحده. انا هقدم الكباب. انا طبعا مش هيبقى حلو زي اللي انت بتعمليه، لكن طبعا ايه عاملينه في البيت، لكن قولي لنا بقى ايه اكتر الحاجات طب اللي بيحبها من ايدك، او ايه اللي انت دايما يقول لك انا مش هاكله غير من ايديكي. يعني بيحب المكرونه بشاميل، بيحب الكفته، البانيه. حاجات كلها بروتين. الحاجات البروتين. طبعا يعني سعيده بيكي جدا. وقولي لي بقى علاقته باولاده ايه؟ هل هو راسم دوره مثلا لابنه، او ان هو يبقى زيه ياخد نفس اللاين؟ قولي لي كده بيتعامل ازاي معاه في البيت لما بيقعدوا يلعبوا مع بعض. بيلعبوا بنته، هو عايز الاثنين يلعبوا نفس اللعبه. عايز الاثنين، ما شاء الله، ربنا ينوله كل بيتمناه يا رب، وتشوفيهم ابطال كده زي باباهم يا رب. ان شاء الله. تحيه ليهم طبعا، وتحيه ليكي، وبنشكرك على مداخلتك وعلى دعمك ليه، لانه اكيد وراء كل رجل عظيم نجح امراه عظيمه بتساعده، ويعني انه يحقق كل اللي هو نفسه فيه، دي حاجه مهمه، والعكس صحيح. قبل ما قبله يا حبيبتي. حبيبتي انا بشكرك لمداخلتك جدا جدا، شرفتينا ونورتينا. مش كلهم لوحدي هجيب لها. من الهنا والشفا. لا هجيب لها، انا هبعت لك.